بنيته بروح صبره الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وآله: والملأ أمامه من كنت على ولايتهم ومحبتهم وعلى البراءة من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين من ذريتك ومن ذريتي أخيك وعلى الموالين الباكين عليك. اللهم اجعلنا من الباكين على الحسين
وعلى من قتل مع الحسين، لا سيما عريس كربلاء القاسم ابن الإمام الحسن. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة، روح يا أبا عبد الله وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وأقل الفداء، يا قتيل العدا ومسلوب العمامة ظلما والرداء، أيها المذبوح من القفا يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما، ذاك المنى كل المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب، يا مظلوم كربلاء يا محيي الزوار يا أبو علي، عريس عريس قد اختارت كرامته فتاة تسمى الموت من أجل الحياة، فديت شبابه ما زال شبلاً تزين بالجميل من الصفات، رأى بالطف مولاه حسيناً إماما مفردا بين الطغاة، فأقبل حاملا لله سيفا يسير إلى المنية في ثباتي، لقد قرت به عينا أبيه وكم أبكى عيون الأمهات، شباب يودع أمه ماذا قال لأمه، وداعا 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 قال يا أم اذكريني، شبابا غاله سهم الممات، وألوى راجزا إن تنكروني، يريهم بأس حيدرة الكمات، لقد أنف ابن طلاع الثنايا قتالا دون نعل في الفلات، إيش صار يا شاعر قال
فأحنا كي يشد النعل فيهم وما بالا بآلاف العتات. إيش صار يا شاعر؟ قال على اليزدي على اليزدي لعنة كل أمين بغدر شج رأس الأمنيات. فرملتك امتمنت الأم اللي فقدت شباب، فرملتك امتمنت ذات عرسين ستنثر ورده في الناثرات. يعيش ويقضيان العمر أمنان ويحمل نعشها عند الوفاة. وها هو قد دعا عماه عجل، فأدرك قاسما قبل الفوات. فلباه وألفاه صريعا رميلا بالدماء السائلات. لماك يا جرح القلب صعب يصير، لماك ويا جرح ابني اللي يصير شلون. لماك يا جاسم ما تصد بالعين، لماك تودعها قبل ورد المنية، تودعها قبل ورد ورد المني. طلعت سكينة تجذب ولا خفي. رحم الله الولنا قبر إمامك الحسن الليلة، شلون أحواله يا ممالي؟ لا ترى إلا الحمام يرفرف على قبره. يستاهل توصل صوتك إلى قبره بأبي هو وأمي. طلعت سكينة تجذب الولنا خفي، نادي يا جاسم بدليت عرس بعزي، من عاينة عريسها مخضب بدم مطروح ما بين اخوته وأولاد عم. شافت أبوها ينتحب وينوح يمه، صرخت وصاحت شل عريس لق شر علينا. رحمك الله يا مولى عطية. وقلب الشهيد حسين ذايب من بكاه، ينادي يا جاسم ليش متوسد ثراها، محسر يا ابن عمي على الدنيا وعفاها. خرت عليهم ما تنوح وتنتخيبه،
أم الشباب جاءت شلون أحوالها يا ملا عطية، شلون أحوال أم الشباب لما جاءت إلى ولدها الصيح نتحل جسمي يا جاسم من وني رحم الله الولنا ذوبت قلبي لا تصيد لي عريس يا ابني وللمقابر زافي صار بفرد ساعة زفافك والمني بعد بعد عدها الأم شيء تريد أن تخبركم به أيها الشيعة من شفت عمك لبساك تفصيل الأجفان قلت الولد ما يعود من حامة المه قوم يا سكنة للولد عدلي له الساد شقي على المذبوح جيبك يا حزي هذا عبد الله بن الإمام الحسن يوم عاشوراء رأى الكون قد تغير هبت ريح سوداء شنو الخبر شنو اللي صاير خرج من الخيمة رأى عمه الحسين سلام الله عليه مرميا على أرض كربلاء إجا العم الحسين سلام الله عليه وقف أمام جسده الطاهر بأبي هو وأمي وإذا به يرى لعين من اللعناء رفع سيفه أراد أن يضرب الحسين سلام الله عليه إيش سوى هالغلام هذا عبد الله بن الإمام الحسن وإذا به مد يده يتقي الضرب من هذا اللعين فقطع ذلك اللعين يد هذا الغلام بقيت يده معلقة كما يقول صاحب كتاب معالي الصبطين إذ به رفعها وضعها على صدر عمه الحسين سلام الله عليه احتضنه الحسين إلى صدره بينما هو يحتضن الحسين والحسين يحتضنه وإذا بحرمل سدد سهما يسبح في الهواء وقع في نحر هذا الغلام ذبحه على صدر عمه الحسين سلام الله عليه هذا ممن يقتدى به في حياته دفاعا عن إمامه وعقيدته وكذلك من خصص من أجله هذا اليوم القاسم بن الإمام الحسن سلام الله عليه رأى أهل بيته وأصحاب عمه مجزرين على الأرض وعمه الحسين بين الخيام ينادي أمام الناصر ينصرنا أمام معين يعيننا أمام ذاب يذب عنا جاء إلى عمه الحسين عم يا أبا عبد الله إذن لي بالقتال قال له الحسين ابن أخي أنت العلامة من أخي الحسن عد إلى الخيمة عاد إلى الخيمة وضع رأسه بين ركبتي تذكر العود التي ربطها أبوه الإمام الحسن على عضده فتح تلك العود وإذا مكتوبا فيها ولدي قاسم إذا نزلتم إلى كربلاء ورأيت عمك الحزين وحيدا فريدا
فلا تقصر في نصرته. اجى العم الحسين عم أبا عبد الله ذلي بالقتال، أعطى عمه العودة رفعها الإمام الحسين، أول ما قرأ خط أخي الإمام الحسين تجارت دموعه على خده. لا أعلم أبا عبد الله، أتذكرت الإمام الحسن وهو يقول أخي سندني إلى صدرك، أتذكرت لما سندته إلى صدرك فتقيأ كبده قطعة قطعة. ضم القاسم إلى صدره قال ابن أخي أنت موصى وأنا موصى. رفع الحسين صوته يا زينب علي بالصندوق الفلاني. جاءت له بذلك الصندوق، فتحه الإمام الحسين، انبعثت روائح الإمام الحسن، فصرخ الإمام الحسين وحسنا استخرج عمامة المظلوم، استخرج عمامة المسموم، استخرج عمامة اللي ما تسلم عليه إلا بالإشارة. ألبس القاسم عمامة أبيه الحسن، قلده سيف أبيه الحسن، ونادى أختاه يا زينب جهز البنت المسمات للقاسم. توجهت زينب إلى خيمة النساء، نادت بالبنت المسمات لابنة أخي، ابنة أخي، إن أباك يريد أن يزوجك الساعة. جهزتها جاءت إلى الحسين، أبا عبد الله إن البنت المسمات له، المسمات له جاهزة. قال أريد أن أزف القاسم على هذه البنت، وجاب القاسم وقف أمامه. التفتت لزينب أبا عبد الله كل زف أكو رجاجيل يزفون وياهم هذا المعرس، وين رجاجيلك أبو علي؟ وين توجه يا موالي؟ توجه إلى جهة المشرعة وهو ينادي يا اللي على النهار نايم. يا اللي على النهار نايم تعال لزفة القاسم، وجيب لنا خضاب بنزفها الشباب، وجيب لنا خضاب بنزف. يستاهل إمامك الحسن مثل ما راح تبكي على علي الأكبر، القاسم يستاهل منا أن نبكي عليه. يلي على النهار نايم تعال لزفة القاسم، وجيب لنا خضاب بنزفها الشباب، وجيب لنا خضاب. يا الطايح بلا كفن، يا
يا ظنوة أخوك حسين للزفة تعال الحين وجيب لنا خضاب بنزف هالشباب وجيب لنا بعد إلى كربلاء وجيب لنا خضاب بعد إش عندك أبا عبد الله يلي قطعة وزنودة يلي قطعة وزنودة خل الراية مشدودة ومجدك يا الأخو عودة وجيب لنا خضاب بنزف هالشباب وجيب لنا بعد بعد وجيب لنا خضاب لا زال متوجها إلى جهة المشرعة وهو ينادي يا الذي على المشرعة ظلت رمي جثته هذا جاسم زافينا انهض وعاين زفته إن كان يا كبش الكتيبة بيك لن نهضى جلد فزع إخوانك وثوروا بعجل زفوها الولا ليش أبو علي وصل زفافة ونايا مفروض ما عندي أحد أدخل القاسم على زوجته وقف الحزين على باب الخيمة ونادى أمام الناصر ينصرنا أمام معين يعيننا أمام ذاب يذب عنا خرج القاسم من الخيمة ينادي لبيك لبيك أبا عبد الله شبابه بيطلع إلى المعركة نادى الحسين يا بنات علي وفاطم الممنة تودعنا من الشباب خرجنا النساء من الخيمة هذه تضم تلك تشم تلك تنادي في أمان الله أكو وحدة وداعها يكسر القلب لزمة ترشاب سكينة وعمت ابن أحرج شمة ومن الخيم مدهوشة طلعت تناديهم التفت إلى أمه يمة يمة عندي وصية إيش عندك وصية إيش عندك وصية يا قاسم ضايع وصيك يما وصية تسمعين لفظ جوابي يما 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 شبان لا شفتيهم ذكري يا يما شبابي أبيات نحفظها وخلينا نجبر الأم اللي فقدت شباب التفت إلى أمي يما ذكريني من تمر زفة الشباب
يما ذكريني من تمر زف الشباب. ضمتهم هو إلى صدره وهي تنادي ولدي 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 في أمان الله جاي إلى عمه الحسين. ضمه الحسين إلى صدره ضمه الصدر وقال يا ابن وداعة الله رحم الله الونا أنا أخذ المدد منك. ضم الصدر وقال يا ابن وداعة الله يا شبول يا الما ترجعون ليالي الله. استاذن من عمه الحسين تقدم إلى الميدان راجلا شاهرا سيفا وهو يرتجز ويقول اتذكروني فأنا نجل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لاصقوا صوب المزن. إن تنكروني فأنا نجل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لاصقوا صوب المزن. أجركم الله يا شيعة. خرج الشباب إلى الميدان قاتل قتال الأبطال. قلب الميمن ميسرة الميسرة ميمنة القلب على الجناحين. دخل في أوساطهم خرج من أعراضهم بينما هو يقاتل إذ انقطع شسع أعلى ما ابتلى بالجيش بأكمله. انظر إلى الشجاعة الحسنية نزل إلى الأرض لكي يشد شسعا عليه وإذا باللعين من خلفه رافعا سيفه إلى أعلى. خلي صوتك يصل إلى البقيع المهدم إلى قبر المسموم إلى قبر المظلوم. رفع السيف ضرب الشباب على رأسه. خر إلى الأرض صريعا ينادي أدركني عم يا أبا عبد الله. إجا الحسين إلى أرض المعركة رأى الشباب مخضبا بدمه. احتضن الشباب وضعه على ظهره جاء به إلى الخيمة أدخله إلى الخيمة. إيش سوى أبو علي؟ تقول زينب أنا واقفة على باب الخيمة إذ بي أرى الحسين دخل إلى الخيمة. دخلت بعد الحسين رأيت الحسين مرة ينظر إلى القاسم ومرة ينظر إلى الأكبر وهو ينايا يا دي يا شبان بالله لا تونو. والله لا تهدون حالي من تلوجون. جاء زينب للحسين
أبا عبد الله إن أم القاسم تريد أن ترى ولدها. خرج الحسين من الخيمة إجا الزينب وقفت على الباب تريد أن تدخل أم القاسم إلى الخيمة وإذا بزينب نادت يا أم القاسم اللي داخل الخيمة كلهم مفضخ رؤوسهم أجسادهم ملطخة بالدماء ما تعرفين ابنك يا أم القاسم صايا يا حت ولاد محنى ليدي والله ليدين ليدين ومطعون بفادة طعنتين دخلت إلى الخيمة جلست عند رأس ولدي صيح صيح يما ليش اللي نحبهم ما يضلون بيت الدعاء وأسألك الدعاء صاحت يما تذخر الأيام شبي أثار القطع من وصلك نصيبي يا محروم من شم العذاب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أما ويكشف السوء اللهم إنا نسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الإمامين الحسن والحسين يا الله نسألك أن تشافي جميع المرضى وتقضي جميع الحوائج وتكشف جميع الهموم والغموم وترد جميع الغرباء وتفك جميع الأسرى والسجناء وتجعل هذا البلد آمنا وجميع بلدان شيعة محمد وآل محمد في مشارق الأرض ومغاربها من حضر هذا المأتم وأي مأتم لمحمد وآل محمد لا تخرج أحدا من الحاضرين إلا بقضاء حاجته وكشف همه وغمه لتعجيل الفرج ولشفاء المرضى ولقضاء الحوائج ولتفريج الهموم والغموم ولرد الغرباء ولفك الأسرى والسجناء وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نتقرب إلى الله وإلى محمد وآله بالفاتحة مع الصلوات.